هتلاقيهم ماتش، وهتلاقيهم ماتشنا معانا النهارده. يمكن طب يا كابتن خلينا نعلق على اللي احنا بنشوفه ده. طبعا نجم كرة القدم أجاييه، النجم النيجيري المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، هو بيسلم على الجهاز الفني والبعثة، بعثة فريق الجمارك النيجيري. طبعا بلد واحدة، وهم أكيد طبعا عارفين أجاييه. وأجاييه على فكرة بالمناسبة انضم لمنتخب نيجيريا في تجميع منتخب نيجيريا بعد ظهوره بمستوى رائع مع النادي الأهلي في بطولة أفريقيا اللي فاتت. وطبعا بلديات بقى وقاعدين بيتكلموا مع بعض، ودي طبعا لقطة ما سابتهاش قناة النادي الأهلي الحقيقة. وطبعا بياخدوا الصور التذكاريه حتى مع أجاييه. وزي ما قلنا لحضراتكم النادي الاهلي كان وش حلو جدا على أجاييه. يمكن عندما قدم أجاييه ما كانش طبعا بهذه الشهره العريضه في نيجيريا، وكمان يعني انضمام المنتخب كان